اليوم فقرتنا الأسبوعية طبعا اللي احنا ننتظرها في الاستديو وأيضا السادة المشاهدين ومع خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أبو أحمد. أبو أحمد نصبح لك بالخير. يا هلا صباح احنا خير. كل مرة بدل ما نبدأ معاك في الطقس نطلع معاك يا عن بيئة أو موضوع أكيد. آخر اليوم موضوع أنت شخصيا تحبه وهو التشجير والزراعة. ودنا نعرف أهمية المبادرات هذه مثل ما احنا دردشت انا مع مها قلنا انها تغرز هذا الشيء في الاطفال. أكيد. انت من وجهه نظرك شنو اهميه هذه المبادرات في شكل عام؟ شوف يعني هذه المبادرات اول شيء صباح الخير وكل عام وانتم بخير كذلك بالمناسبه السعيده على قلوبنا كلنا العيد الوطني وعيد التحرير وهذا كذلك للتذكير للناس ان احنا في مثل هذه الاعياد نستغلها في مثل هذه الامور اللي تنمي حب الوطن بطريقة فعلا احنا محتاجينها ان ننميهم يعني يهتمون في بيئتهم في نظافة بلدهم في الاتقان في العمل كذلك والاهتمام في العمل. واحدة من الامور اللي احنا كذلك نتكلم عنها الزراعة. شوف شلون ان يعني لما الانسان يربي جيل ويتكلم مع هذا الجيل مثل ما تفضلت يوسف اخوي ان احنا لما نبدي ونتكلم عن مثلا الزراعه انها مهمه تخفف مثلا درجات الحراره وتقلل الغبار وترفع نسبه غاز الاكسجين وتاخذ كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون وتغير لنا المناخ هذه كلها الامور احنا محتاجين ان ننميها في اطفالنا ولاحظنا وهذا ترى يعني خلينا نقول نتاج اللي كان الكلام اللي يدور خلال السنوات العشرين الماضية خل نزرع وكذا ومثل ما تلاحظون الدكتور عيسى العيسى والإخوان وكل المشاركين في مثل هذه الحملات طلعت لأن كثرة الكلام في الإعلام وكذلك تربية عيالنا حب وزرعة وكذا والكلام اللي كان يتم يعني هذا النتاج وهذا صراحة أنا سعيد جدا أني أشوف مثل هذه المشاريع وأتمنى أشوف أكثر ولكن بتنظيم أكبر يعني نتمنى أن مثل هذه المنطقة تظل كما هي ما تينا بعد كذا سنة وتزال أهم شيء إحنا نحافظ عليها ونخلي لها ديمومة واستمرارية وتنمية مستمرة بتقليمها الاهتمام فيها مثل ما قلنا هالعيال يمكن الأسبوع اللي فات كان نقول خلنا نربي فيهم طريقة أن إحنا نتبنينا هالشجرة وأنا زرعها ويوسف زرعها وكذلك أنت تزرعينها ونسميها باسمنا مثلا زين يجي الطفل بعد سنين يقول أنا زرعته مثل ما أنا لاحظت في واحدة من أشجار السدر اللي كانت بالصحراء شي يقول لي واحد من الكبار السد من إخواننا في الجهرة يقول لي ترى هذه الشجرة زرعها أبوي ها من سنين وكذا وهذه ظلت ف الحلو انك انت تسمي في ارتباط يعني زين هذا زرعها ابوي نفس الشيء الشجرة طلحه من الاشجار اللي موجوده الان في محميه صباح الاحمد اللي هي للحياه الفطريه الشجره هذه مزروعه ما حد يدري عمرها وزرعها احد يعني المارين بالطريق ونزرعت والحين زادت بكميه كبيره وسميت هذه المنطقه باسم طلحه على هذه الشجره فالعمر يعني حتى انا رجعت تاريخيا متى زرعوها ما في يذكرها كذلك يعني الكولونيل ديكسون في كتابه على رب الصحراء ويذكرونها كثير من الناس كذلك ان هذا فتنميه او خلينا نقول تربيه اطفالنا في الحب اللي هو الزراعه وحب الوطن وكذلك المحافظه على النظافه يعني كان انا ممكن شفنا الفقره قبل شويه فقره اللي هو النظافه احنا نتكلم عن النظافه ولكن نشوف احنا نمشي وننقل يعني وصخنا الأسبوع اللي فات تكلمنا عنها عدل بالضبط وأنا كنت بتطرق حق الموضوع قبل لا ندش بموضوع الطقس يعني إحنا الحين داخلين موسم أعياد موسم فرح موسم وناسة وإن شاء الله ما تكون في أي شيء يضيق الخلق إلا هالموضوع اللي دائما نشوفه بعد الاحتفالات هذه النفايات اللي قاعدين نشوفها بغض النظر بس مو بس نفايات أبو أحمد أعلام قاعدين نشوفها على هذا شيء يحس بخاطر الواحد أيوة. يعني بالنهاية العلم هذا رمزك هذا رمز بلدك المفروض يكون فيه نوع من الارتباط بالضبط يعني والحب الواحد لما يطيح العلم منه يشيله هذا أبسط شيء الواحد يقدر يسويه أقول حتى لما أنت مو أنت الشخص اللي قليت العلم ليش ما يعني احنا شلون نقل العلم انا هذا مستغرب احيانا اشوف بالشارع او مكان شايل العلم زين انت محتفل بس شلون العلم يطيح حتى لو العلم يطيح لازم ترجع وتشيل تبوس العلم وتخلي لان هذا علم بلدك شوفوا شلون الناس في العالم كلها شلون ان العلم مهم اي مكان يعني يحملونه وكذا بكل احترام زين نتمنى ان نعلم عيالنا كذلك احترام العلم وهو العلم هذا راح يربيك
حب الوطن، وكذلك يعني ينمي آفاق كثيرة منها الأمانة، محافظة على البلد، المحافظة على النظافة، كل هذه الأمور اللي احنا تنمي حياتنا بعدها وتنمو فيها البلاد. زين، في كل الأمور يعني ما نتكلم في أشياء كثير، ولكن أقول كل الأمور مرتبطة بحبك لعلمك. ما دام أنت تحب علمك فأنت تحب بلادك. إذا ما تقول له شيء مثل هالأسلوب هذا، إذا أنت ما تحب بلادك ولا أنت تمثل، ومو بالغناء أو تطلع لي وتسوي لي مسيرات. زين، مثل ذيك الأيام، شوف احنا حملاتنا اللي كانت منع مثلا الرش، منع اللي هو كذلك الرغوة اللي كانت تستخدم وأثرت على كثير يعني من الناس، حملاتنا اللي كانت بالإعلام كذلك ساعدت أن أزيلت هل خلينا نقول السلبيات من الاحتفالات الوطنية. وفعلا كذلك هذه الزراعة، زين، المحافظة على البيئة، النظافة، هذا احتفال. نزل هذا احتفال. احنا قبل يوم كنا نحتفل سنوات مثلا السبعينات والثمان، كانت شنو السيارات تمر والعالم قاعدة تطالع وتصفق فرحانة، ما حد يأذي أحد، واقفين بنظام. احنا ودنا ترد مثل هذه الأيام، ونطلع بالسيارات وكذا ونغني يعني نأذي غيرنا واللي واقف بالسيارة، نحترم اللي هم اخواننا واخواتنا كذلك، لا نأذي احد فيهم. بالفعل ابو احمد الله يعطيك العافيه على هذه المعلومات اللي انت قلتها عن الزراعه، وايضا عن العلم. للساده المشاهدين ايضا من مواطنين ومقيمين، لا يجب المحافظه على هذا الرمز، رمز الدوله. ابو احمد، راح ننتقل من الزراعه والاحتفالات الى اجواءنا. ابو احمد، لاحظنا في الايام الماضيه ارتفاع في درجات الحراره ملحوظ، ولقينا خلينا نقول في الشارع اغلبيه الناس قاعده تصيف. انزين، هل هذه بوادر ان خلاص الشتاء انتهى؟ هو خلاص احنا نشوف نهايه شهر يعني فبراير احنا دشينا فصل الربيع. يمكن الاسبوع اللي فات يوم قلت لكم اللي سمعنا ان راح تنزل الحراره وينا تينا موجه برد، اما مثل ما يعني الكل يذكر ان في فتره 26 من الشهر اللي هو كذلك يصادف في يوم تحرير الكويت اللي هو برد العيوز. وبرد العيوز هي فتره احيانا تصير ان تنخفض فيها الحراره، وتنخفض فيها الحراره يومين ثلاثه بس ما راح توصل للبروده اللي وصلنا لها، البروده اللي كنا، ولا راح ترد نفس الشيء. فالحين بدا الناس مثلا انا طالع الصبح فترة طويلة، أكيد أنا شنو بلبس شيء أخف لأن خلص الحرارة والشمس بالنهار وطول اللي هو اليوم، هذا راح يخليني أنجبر إن ما ألبس ثقل، وهذا راح يصير كذلك. يعني حتى اليوم وباكر يمكن توصل 30 درجة مع الهواء الجنوب الشرقي توصل لـ30، فبدأ الدفء وخلاص انتهى فصل الشتاء. إحنا الآن بدأنا فصل الربيع الرسمي مع الاحتفالات الوطنية، فهو راح تكون الحرارة ما بين 25 وأعلى من 25 وتوصل لـ30 مرات مع الهواء الجنوب الشرقي في الأسبوع القادم. يعني حتى هالعطلة هذه إن شاء الله في مطر، يعني احنا نتمنى باكر ان شاء الله يوم الجمعة حتى في امطار، بس ان نرجع كما كنا لا. يعني احنا انا ببدي اصيف مع تقريبا الاسبوع الاول من شهر 3، لان خلصت الحراره راح تبدا ترتفع شوي شوي. انا ما ادري رسميا انتم كذلك، يمكن احنا شوي نطول هذا احنا نطول احنا نطول ابو احمد، بس ما اعتقد شو ما اعتقد احنا بالاستوديو اكيد وكذلك رسميا اكيد ان نشوف كذلك هم المسؤولين شو المطلوب من الجميع انه يلبسون او يصيفون. احنا دائما هم احيانا يرجعون لنا زين، خلينا نشوف احنا نقول لنص الشهر خلاص، بعد نص الشهر اللي هو 3 مارس خلاص ترتفع الحرارة، حتى الإنسان ما يقدر يمكن يلبس الشتوي وقت النهار، لا تخفف الألوان اللي هي البيضة اللي تعكس الحرارة بالليل. لا، الحلو السنة هذه راح تستمر درجات الحرارة المعتدلة بشهر مارس وحتى فترة شهر أبريل، ويمكن نوصل لبداية شهر مايو هم أجواء مسائية جميلة. الشيء اللي احنا قاعدين نلاحظه هذه السنة أنه قلة الأمطار الصراحة. طب ذكرت حضرتك ان راح يكون في امطار في هذه الفتره، يعني هاليومين الجايين خصوصا يمكن باكر هنتكلم عن هالمقطع، يعني وين راح تكون في الامطار حق الناس اللي بتطلع كشط، حق الناس اللي بتنزل البحر بالاعياد تحتفل، شنو نقدر ان احنا نعطيهم نصائح؟ شوف احنا مثل اليوم وباكر ترى الهواء الجنوبي الشرقي، الهواء الجنوبي الشرقي، الهواء الكوس اللي احنا نسميه بالكويت،
راح ترفع شوية الأمواج، فيخلون بالهم اليوم وباكر وخاصة إلى صباح يوم السبت. المطر مو مطر قوي ولا مطر كثير، إنها تلاقيط إحنا نسميها، أمطار متفرقة راح تكون خلال مساء الغد وفجر يوم السبت. بعدها ماكو شيء، الهواء يقلب شمالي غربي، بس هاليومين حق الحداقة اللي بيطلعون البحر يخلون بالهم، لأن في تحول سريع بالطقس وارتفاع في الأمواج راح يصادفنا من اليوم في الجنوب وباكر وقلبة الهواء اللي هو يوم السبت. وبعدين ترى الأجواء خلال الأسبوع المقبل أجواء مستقرة، ولكن بعض السحب اللي راح تبين بوادرها اليوم وباكر وكذلك آخر الأسبوع القادم إن شاء الله. ولكن ما في شيء اللي إحنا يعني يستدعي حق الناس إنه تخاف منه أو إحنا طالعين، لا يطلعون يستحتفلون، حتى لو تنزل الأمطار بالليل مثل باكر يخلون بالهم السرعة، يخففون السرعة، يتركون مسافة بين السيارة الأخرى، يشيكون على مساحاتهم كذلك، يعني يتأكدون على السيارة. السرعة هذه المشكلة اللي إحنا قاعدين نعانيها في الفترة الأخيرة نخفف منها شوية خلال فترة الأمطار، نتمنى هذا الشيء كذلك. جزيل الشكر لك أستاذ عيسى رمضان خبير الأرصاد الجوية على هذه النصائح فيما يخص الزراعة، فيما يخص النظافة، وهذه المعلومات فيما يخص الطقس. جزيل الشكر لك على وجودك معنا، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير كذلك، وجميع أهل الكويت والمقيمين كذلك في هذه الاحتفالات وهذه المناسبة العزيزة علينا، اللي أنا أتمنى أن نحافظ على الكويت، نحافظ عليها ونحافظ على بيئتها ونحافظ على جوها وبرها وبحرها كذلك. أكيد حياكم.